معاكم عايشة العقيل من الكويت، سيرتيفايد ستايلست وحاصلة على شهادة معتمدة من ميلان فاشن كامبس. وبالنسبة لباليت الألوان المعتمد من بانتون بقول لكم شنو ألوان خريف وشتاء 2022. بدأ مع الدرجة الأولى وهي المولتن لافا يعني الأحمر البركاني. ثاني درجة هي الدراجون فاير يعني البرتقالي الصريح. ثالث درجة هي الستروبيري كريم يعني الورقي الفاتح. رابع درجة هي الكارديمم سيد يعني لون الهيل. ميدو فيوليت يعني البنفسجي الفاتح. لايكن بلو وهو الأزرق المستوحى من زرقة البحيرات. اللون السابع هو الشيكوري كوفي يعني البني الترابي. اللون الثامن هو البيتش كاراميل وهو الكاراميل المضاف إليه أورنج برتقالي. اللون التاسع هو تابيوكا يعني اللون الكريمي. اللون العاشر هو الآيس كوفي وهو لون القهوة المضاف إليها الكريمة. طبعاً اضطرينا نحن نقص النبتة علشان نوريكم الأبندنت جرين يعني الأخضر الصريح. اللون 12 هو البلو بيري يعني الأسود المزرق. لون 13 هو السبايسي ماسترد وهو الأصفر اللي يذكرنا بالكركم. آخر درجة هي الواتر سباوت وهي الأزرق الفاتح الفاقع.